بس البنت علمت عليك يا عم. ولا علمت ولا حاجة، انا بس يعني ما رضيتش اشد عليها لحسن الناس تقول ان انا بس بخبط في شريف وخلاص. الكلام ده تقوله على الهوا، لكن معايا انا هنا لا. يا اخي هتجنني ازاي ما تكون عارفه انا اسالها ايه وجايه ومحضره الاجابه بتاعتها؟ ده طلعت مذاكرات جامد. قول لي، هي تفتكر تقدر تعمل حاجه في القضيه؟ والله واحده بالذكاء ده اكيد هتعمل، على الاقل هتجيب حكم مخفف. يبقى احنا لازم نكون جاهزين. ازاي؟ يعني نعمل حلقه لو خد حكم مخفف وحلقه ثانيه لو خد اعدام. طب ولو خد براءه؟ يبقى قابلني. هلا قطعتنا ايه؟ اه ده علمت عن الجامد. بس بقى يا جماعه.